بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع تروك بروف بوان بلوك سبوت بوان كوم. الدرس ديال اليوم غادي نشوفو كيفاش نبروتيجيو ان فيشي وورد بان مود باس. ان فيشي وورد تسدو ما يتحل الا بواحد المود باس. ناخدو واحد الفيشي كوم ان اكزومبل. هذا هو الفيشي ديالي. نمشيو للريفيزيون وكنجيو بروتيجي لو دوكيومون. كنكليكيو عليها وكنختارو الاختيار الاول. هنا في هاد الجهة اللي على اليمين هنا فين كاين الموديفيكاسيون ديالنا. هنا كنختار لي موديفيكاسيون اللي يمكن يديرهم لوتيليزاتور عادي للدوكيومون الى اكتيفي البروتيكسيون. مثلا درت رومبليساج دو فورمولير، يعني يمكن لي غير الى كان في هاد الفيشي دي فورمولير مثلا خصو يعمرهم عنده الحق هاد ليتيزاتور غير يعمرهم صافي. هذا هو الامكانيه اللي عنده في هاد الفيشي، يعني ما يمكنش ليه موديفي شي حاجه اخرى. الى درت اوكين موديفيكاسيون يعني هاد ليتيزاتور فقط يمكن ليه يقرا دوكيومون، ما يمكنش ليه يموديفي فيه ولا يسوبريمي منه شي حاجة. وهذا هو الاختيار اللي غادي نديرو، كنديرو اوبن موديفيكاسيون. هنا الا بغينا نستنيو بعض ليتيليزاتور كنختارهم هنايا. الا درنا تو لو مود يعني بحالا ما درنا والو. كنجيو لتحت كنديرو اكتيفي لا بروتيكسيون. هنا كنديرو المود باس ديالنا. كنديرو اوكي. فوالا دابا الفيشي ولا عندو مود باس فيرمي و اوريستري. غادي نحاول نفتح الفيشي ديالي و نحاول نسوبريمي شي حاجة. مثلا نحاول نسوبريمي هادي. لاحظ انه عطاني ميساج هنايا سو ديكومون او بروتيجي كونتر لي موديفيكاسيون اكسيدونتيل، يعني ما يمكنش ليا نموديفي فيه، فقط يمكن ليا نقراه بلا موديفيكاسيون. الى بغيت نديزاكتيفي هاد البروتيكسيون كنجي هنايا كندير ديزاكتيفي لا بروتيكسيون وكيطلب مني المود باس. كنعاود ندخل المود باس ديالي وهكا كنكون ديزاكتيفي البروتيكسيون ديال الدوكيومون. حتى هنا كنكونو سالينا الدرس ديال اليوم. يمكن لكم تزورونا في موقع www.blogspot.com او في الصفحة ديال الفيسبوك facebook.com/. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.